وصلنا لمحطتنا الختامية اللي رح تكون مساحة خاصة للعمل التطوعي. العمل التطوعي اللي كان عنوان كتير مهم وخصوصا خلال الجائحة كورونا، فرق مجتمعية شبابية تطوعية استطاعت أنه تترك إلى بصمة مميزة وتكون على قد الحمل. رح نحكي اليوم عن جمعية ساعد، طبعا الجمعية اللي موجودة بكل الأوقات وبكل المناسبات، على الحلوة وعلى المرة مثل ما بنقول، وخصوصا بالفترة الأخيرة ومع وجود جائحة كورونا وتزايد الموجة الأخيرة كان الضغط الكبير والطلب الكبير على الأسطوانات الخاصة بالأكسجين من مرضى الجائحة. رح نحكي أكثر بالتفصيل عن عمل الجمعية خلال هاي الفترة مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذة علي سعيد، مسؤول العلاقات العامة بجمعية ساعد. يسعد صباحك. صباح وأهلا الخير. وسهلا فيك. صباح ساعد والعمل التطوعي طبعا اللي ما بينتهي. لما نقول ساعد يعني جهود وعمل مستمر وسنين من العمل التطوعي. خلينا نبلش ونحكي حاليا على هي المرحلة اللي كل الضغط فيها طبعا على مساعدة مرضى جائحة كورونا. هلأ نحن بالوقت الحالي مخصصين كل قدراتنا وكل الفرق اللي عنا بجائحة كورونا، اللي قلنا تقريبا سنة ونص عم نشتغل بهي الجائحة. من بدايتها بلشنا تجهيز السلة الصحية، تجهيز السلة الغذائية، طلعنا بمبادرة خليك بالبيت، شو ما بدك بيوصل لعندك على البيت، بس انه انت خليك بالبيت ملتزم بالإجراءات الوقائية، بتوزيع كمامات، بتعقيم أماكن. بعد ما خلصنا من هي بلشنا بتعقيم جسر الرئيس، توزيع الكمامات على العالم، كمامات قماش. بعدين ضلينا بهي الفترة مع هذا الشغل عم نشتغل بموضوع اسطوانات الأكسجين للمرضى، نأمن اسطوانات الأكسجين للمريض للبيت، تعبئتها، تبديلها، ممكن بأي ثانية يتطلب إسعاف نكون نحن حاضرين، معنا فريق طبي كامل مجهز بكامل المعدات اللي ممكن يحتاجها. كمان غير الاسطوانات كنا عم نلجأ لموضوع تأمين الأدوية، لأنه هي انفقدت بأول الجائحة، انفقدت الأدوية كلها من أي صيدلية. تفوتي على الصيدلية تقول له بدي أستروميسين ما عندي، فيتامين سي ما عندي، سيتامول، يعني مقدار السيتامول ما كنا نلاقي بالصيدليات. فلجأنا كمان إنه المريض لما نعطيه الأسطوانة نقول له هي كورس الدواء اللي أنت ممكن تحتاجه. ومستمرين لليوم بتأمين أسطوانات الأكسجين للمرضى على مدار الـ 24 ساعة. خلصنا من الموجة الأولى بسلام، خلصنا من الثانية بسلام، الثالثة كانت صعبة. كان احنا كفريق تطوعي عم يشتغل بموضوع الاسطوانات، كشعب عم يعيش مع المرض، كمان كانت اعداد كثير كبيره، وهلا عم نفوت بالموجه الرابعه. الاعداد كبيره ما انا صغيره اكيد، اعداد المرضى اللي عم تجينا ما فيني اقول لك. هلا نحن قد في ضغط، مو قصه قديش في ضغط، قصه قديش في مرضى، ونحن لسه ما بلشنا بالربع الاول من الموجه. الموجه الرابعه كثير قويه، طرق انتقالها كتير غريبة، أعراضها كتير غريبة. الواحد بيقول لك فكر حاله أخذ برد، بس هو لا، هو مصاب كورونا. عم تبلش وجع رأس، وجع بالإذن، وجع بالبلعوم، بعدين عم تبلش ترتفع الحرارة، عم تبلش السعلة، عم تبلش ضيق النفس. طيب خلينا نحكي علي أكثر عن اليوم طرق التواصل. هلا نحن بنعرف إنه لكم صفحة على فيسبوك عم تنشروا فيها الأرقام للتواصل مع الفريق الطبي والفريق المختص بطبعا الردود على التليفون من أجل أسطوانات الغاز. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، نرجع إذا فينا نحكي عن صفحتكم على الفيسبوك وعن أهمية طبعا السهولة بالتواصل معكم لحتى توصلوا لك أكبر شريحة من الناس. هلا نحن بما يقدر بين ال 15 لل 20 شخص موجودين بس للتواصل على الصفحة، 10 أشخاص للاتصالات، موجودين كفريق كامل متكامل. حدا عم يرد على الصفحة، إجاك مريض طلع عنده إسعاف، بعت الدكتور، دكتور وين؟ دكتور بالقرنة. موجودين عم بتكتيك كامل، موجودين من شخص لشخص 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 لحتى نوصل لحالة المريض كاملة. حدا بيرد عليه على الصفحة، بياخد رقمه، بياخد معلوماته، بيعطيه للفريق الاتصال، بيتصل معه، بيشوف شو حالته، بيعطيه للدكتور، الدكتور بيتواصل مع أقرب دكتور إله، بيطلع لعنده الإسعاف. صفحتنا هي موجودة باسم جمعية ساعد، عليها لوجو الجمعية مع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا. أرقام الاتصال كلها موجودة عليها، والبريد مفتوح 24 ساعة، لأنه 24 ساعة الأشخاص موجودين. أكيد. مكتبنا كمان 24 ساعة الأشخاص فيه موجودين، الأرقام التليفون 24 ساعة شغالة، كخط ساخن ولا كخطوطنا ولا كأي شيء، حتى خطوطنا الشخصية صارت ضمن هذا العمل.
موجودين ب 24 ساعة. بدق لنا حدا انه الساعة 3 فيني اجي؟ طبعا تعال، ما تهدي، ما تنطر، قريب اطلع فورا. المهم المريض يقوم بالسلامة. أكيد، وأنا أشهد شخصيا على هذا الموضوع، يعني أكثر من حدا يمكن تواصل معي عبر صفحتي الشخصية أنه هو ضمن الجائحة وبحاجة لأسطوانة أكسجين، وتواصلت مع جمعية ساعد وجمعيات أخرى أيضا. يعني ما بدنا ننكر أنتوا حاليا العمل التطوعي بدنا نكون فريق، بدنا نكون فرق كاملة ضمن فريق لحتى. يعني أنا بحكي مع مثلا عقمها بيقولوا لي مثلا مو موجود، خلينا نتصل بساعد، أو ساعد نفس الشيء، يعني بيصير في تشابك بينكم بالعمل. بما انه عم نحكي عن التشاركيه والتشابك، من فتره بسيطه تم تكريمكم من السيد وزير الصحه وايضا الشؤون الاجتماعيه. طبعا. خلينا نحكي عن الشراكه مع العمل. خليني اقول، هل بيتم اخذ بيانات من خلال الزيارات اللي انتم بتقوموا فيها؟ عم بتساعدوا الوزارات بعملها من خلال استقصاء، بما انه انتم بتروحوا على عدد كبير من الاسر وبيتم التواصل معكم بشكل كبير؟ طبعا هذا الشيء موجود بين التشاركيه بيننا، بين وزاره الصحه، بين وزاره الشؤون، بين مديريه الصحة، بين أي فريق طبي هو متواجد على الأرض، بين أي فريق عم يشتغل بموضوع أسطوانات تأمين أدوية، تأمين أي شيء كان بخص الجائحة. هي انطلقت مبادرة أو استجابة، نحن بنقول لأنه المبادرة هي بتكون فترة صغيرة بس الاستجابة مفتوحة. هي استجابة من وزارة الشؤون قائم عليها مجلس الوزراء، استجابة طريقة لجائحة كورونا اللي هي لهلأ ممتدة وعم تمتد. يعني انتو عم تقدموا داتا بهذا الموضوع؟ عم تتقدم الداتا كاملة باسم المريض، شو حالته، شو اكسجته، شو اول يوم كيف، ثاني يوم كيف، شو استهلك اكسجين، قديش عم نفتح له كل ساعة، شو الادوية اللي استهلكها، قديش اخذ كورس، كم يوم قعد، شو النتائج ما بعد الكورونا، قديش اخذ وقت لصاح. داتا كاملة عم تنزل على وزارة الصحة وعم تنزل على وزارة الشؤون وعم مديرية الصحة كاملة. كسواء نحن بالشام ولا فريقنا اللي بحمص ولا فريقنا بالسويدة ولا بدرعا ولا فريقنا اللي بالسلمية ولا فريقنا اللي باللاذقية أو بحلب، كلياتنا بساعد بكل محافظة إلى فريق. خصيصا بهي الجائحة ما رضينا أنه نقتصر شغلنا بس على أنه بس نحن موجودين بدمشق وبريفا. لا، فريق بده يطلع على حلب طلع، فريق بده يطلع على حمص طلع، فريق بده يطلع على السويدة طلع، فريق ما عنده القدرة انه يكمل باسطواناته لا توقف هي اسطوانات. ما عندنا شيء اسمه انه الفريق هاد خليه يوقف يلا، نحن لا ما عندنا هذا الشيء. بدك تشتغل بدنا نشتغل كلنا. أكيد بدنا الايد الوحده ما بتصفق وبطيختين بنفس الايد ما بينحملوا. اكيد بدنا نكمل كلياتنا سوا مع بعض، نكون كلياتنا لنوصل لنهايه هي الجائحه ونخلص منها بخير وسلامه ان شاء الله يا رب. ولكن هي جائحه كورونا هي مستمره، بدنا نتعامل نحن نتعامل هذا المرض انه هو الفيروس موجود، انه هذا الفيروس قدر المستطاع الوقايه قد ما بنقدر، واللقاح اللي متوفر حاليا. انا بقول لهم اللقاح هي، بما انه كل العالم عم تسالني، انا احد الاشخاص اللي تلقحت، والدتي، ابي، اخي. قد ايه عمرك علي؟ انا 24 25 سنه. 24 25، لانه الشباب الصغار عم بيقولوا ما في داعي نتلقح وخايفين وممكن. لا لا انا راح اقول لك، اخذ اللقاح. انا احد الحالات اللي اجتني المريض عمره 17 سنه واكسجته 75. ما في هذا المرض، ما بيعرف لا صغير ولا كبير. هي الفيروس التطور الرابع، الموجه الرابعه، ما بتعرف كبير ولا بتعرف صغير. قبل كان توجهنا الاكبر للكبار بالعمر، هلا ما في كبير وصغير، هلا كله عم ياخده، كله المرض عم يجي. يعني نحن احد اصدقائنا انصاب وبعمر صغير وضل تقريبا 48 يوم وهو اصغر مني، هو عمره 19 20 سنه. اللقاح انا الي اخده شهرين. طبعا هي مثله مثل اي لقاح، لما كنا صغار ناخده توجعنا ايدنا، هي هي اللقاح. اكيد اخذت جرعه واحده ولا انا اخذت الجرعه الوحده؟ الجرعه الواحده. اكيد بنتمنى لك الصحه. الله يخليك يا رب. ولكل الناس، وانا كمان اخذت الكل ياخذ لقاح. انا ماني ضد ابدا اللقاح. اللقاح يعني قد ما كان اوكي، ما راح اقول لك ممكن يغنيك مليون بالمية عن انك تمرض، واللي يتلقح مو يروح يقعد يبوس ويسلم ويختلط. هي الفكره. اللقاح هو فكره واحده، هو اللقاح انه هو صابك المرض، خفف الاعراض عليك، طلعت بسلامه، بس انت ناقل. اكيد صحيح. نحن دائما عم نوعي عن هذا الموضوع. خلينا كمان نحكي عن المرحله القادمه اللي عم تخططوا لها بالعمل. يعني مثل ما بعرف جائحه كورونا، انتم مستمرين على هذا الشغل، ما رح يوقف، ولكن عندكم دائما مشاريع موجوده. نحن مشاريعنا دائمه. هلا مثلا من الشهر الماضي نحن في عندنا فريق للكورونا وفريق تاني، هيك انه اتاخذوا كم شخص انه بس
طلعوا لنا بمبادرة المدارس، مشوا لنا مبادرة المدارس اللي هي تأمين قرطاسية، تأمين شناتي للأشخاص اللي هي بحاجة لهذا الشيء. فترة بعد شهر شهرين كمان عندنا مبادرة، كمان راح يكون في فريق مختص بهي المبادرة. بس نحن كالأشخاص اللي من أول الكورونا لليوم للي ما بعد اليوم مختصين بالكورونا، احنا ما فينا نختلط بشيء ثاني. اكيد ممكن انه على تليفون على اتصال مثلا مشي شغل تليفون، اوكي، بس ما فينا انه كمان عم تحافظوا على الوقايه الشخصيه خوفا من اي شيء، خوفا اي شخص ثاني، مو خوفا علينا نحن. هلا نحن مثلا نحن اول ما بلشنا ثلاث اشخاص، صرنا 10. نحن تبع انه اهلنا ما بنعرفهم، في منا متجوز مرته ما بيعرفها، خلص انه نحن انعزلنا ضمن المكتب، مو خوفا على حالنا، خوفا على اهاليكم وعلى خوفا على امي، خوفا على ابي، خوفا على حدا من قرايبيني، حدا من عيلتي. نحن على تماس خط اول مع المرضى، تجينا حالات احيانا اسعافيه ما بنلحق نتنفس فيها، بدك تقوم معه فورا، ما بتعرف ممكن بغلطه انت تنصاب. صحيح، هو المرض بثانيه بينتقل الكل. انا برجع بعيده للمره الخامسه، الكمامه والمعقم. اكيد الكمامه والمعقم، منظر اللي عم نشوفه ابدا مو صحيح. مشان ما تفكر مشانك، فكر مشان الاكبر منك، فكر مشان الاصغر منك، حياتك مفارقه معك، فرق معك حياه غيرك. صحيح، اكيد. اعتبر حالك انت مثلا بدك تعديني الي، اعتبر انه انا بدي اجي اعديك، بترضاها ما بترضاها، مشي على هذا المبدا. اماكن التجمع تخف، اماكن التجمع تخف باي مكان، باي فعاليه، بشو ما كان. ما رح تهرب الدنيا اذا ما رحت حضرت مباراه، اذا تاخرت 10 دقائق مشان ما تطلع بالعجقه. الكمامه والمعقم هن اهم شيء. اكيد بنتمنى طبعا هي الرسائل تكون وصلت للكل، وخصوصا لانه انتم مع حالات مباشره عم بتشوفوا حالات يوميا واعداد كبيره. بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. بدي اتشكر وجودك معنا. اهلا وسهلا، ولكم مره ثانيه يعطيكم العافيه. كلياتنا فينا نساعد، اي واحد فينا قادر بمجهود صغير بتفصيل صغير انه هو يساعد. طبعا شكرا لك، يا هلا.